طبعا الان يعني بالنسبه للحرب انا شايف انه القوات المسلحه من معركه الدلنج استعادت زمام المبادره، يعني الدعم السريع ما انتصر في اي معركه بعد معركه الدلنج. بعديها جات العباسيه، بعديها جات بابنوسه، بعديها عملوا الانتصار الكبير بتاع شنو؟ بتاع الهجانه في لوبيط، وبعديها جات مع الانتصار بتاع الاذاعه، والقوات المسلحه تصدت لحد يوم امبارح تصدوا لمعارك اول ليله صباح في المدرع في صلاح الاشاره وكده. من معركه الدلنج حصل تيرن اوفر لشنو؟ لمساله الحرب، انه تاني الدعم السريع ما كسب اي معركه. وطبعا هو ما من المصلحه اطاله امد الصراع بالنسبه للقوات المسلحه، القوات المسلحه دي من الله خلقها ولا مين قامت في السودان، هي قاعده في زمن في الحروب وبتحارب وكده، يعني بالنسبه لها اجيال واجيال بتحارب. لكن الدعم السريع اللي بيكون من مكونات قبليه وشباب ما مدربين وكذا وغير منظمين تنظيم حقيقي وبيشتغلوا بعقليه الفزع والغنيمه وكده، ما الصراعات الطويله دي بتنفع معاهم كله. فلذلك يمكن يعني حس الان الكيرف بتاعهم بدا شنو؟ بدا نازل. فده الوضع في الميدان الان. الان الدرمان زي ما انت عارف الوضع بيختلف، يعني كل يوم بنشوف فيديوهات وزيارات لناس وكذا صحفيين وكذا مراسلين وكذا. الوضع ليس هو ام درمان قبل 3 شهور، ليس هو ام درمان قبل 6 شهور، ليس هو ام درمان قبل 8 اشهر، ليس هو ام درمان السنه الماضيه في عندما اندلع الصراع. فلذلك في تراجع كبير للدعم السريع في بعد الفوره اللي قامت به في الايام الاولى. والقوات المسلحه يعني اذا كان بدت ضعيفه في الفتره ديك او ما كانت يعني منظمه شديده، الان كل ما يصبح صباح كل ما قاعد يكون في صالح القوات المسلحه، كل ما تتنظم اكثر، كل ما يعني تنتشر اكثر، كل ما تستطيع لملمت اطرافها بشكل اكبر وكذا. فلذلك يعني مع ذلك يعني المجال السياسي انا على قناعه كامله انه الصراع ده بينتهي على طاوله التفاوض. طالما حينتهي على طاوله التفاوض غدا فلما لا نجلس الان؟ فلما لا ننفذ الان ما علينا من الالتزامات وننهي هذا الصراع بشكل كامل، نقول لا لسفك مزيد من الدماء؟ نعم، انا كنت عايز اقول لك هل يمكن ان ينتهي من غير تفاوض يعني، ولا يجب انه الناس يكونوا ساعين الى التفاوض؟ لانه والله شوف باب التفاوض ما يكفلوه، ما يكفلوه. انا لست مع المجموعه التي ترى انه الحسم عسكري عسكري عسكري، لا، الحسم يشوف انت يو كان ووك اند توك اولسو، يعني ممكن تفاوض وتتكلم، ممكن تفاوض وشنو تحارب. فلا يجب اغلاق باب الحوار السياسي وباب التفاوض معهم والوصول معهم لشنو؟ لتسويه نهائيه للصراع. والمطالب ما معروفه، انه ما في قوات مسلحه اثنين ثاني في السودان، ما في اثنين قائد عام، ما في كده، ما في كده. ده واحد، في قياده عسكريه واحده ودي الترتيب ويعقوبها المساله بتاعت الترتيبات الفنيه المعنيه بالاندماج والتسريح والتجميع وكده، ودي حاجات معروفه. وبعدها الناس بيمشوا للترتيبات الانسانيه، فتح المسارات، ازاله الالغام والمواد المتفجره وكذا وكذا، الحاجات الانشطه الصغيره صغيره التابعه عليها. وبعد ذاك يمشوا للمسار السياسي، حوار لا يجب ان يسيطر عليه اي جهه ولا يجب ان يستثني شنو؟ اي جهه. بعدين في حاجه مهمه اساعد الناس قد تخلط بينه وبينه. طبعا اي حوار سياسي الناس بيفتكروا انه طوال الناس يشاركوا في الحوار ده ممكن طوال يمشي للسلطه. نيفر. الحوار السياسي هو بين كل المجموعات، لا يجب ان يحتكر مشاركه اي من المواطنين السودانيين بما فيها النظام شنو السابق المؤتمر الوطني، يجب ان يكونوا شركاء وحضور في الحوار السياسي او في الحوار العام الذي يخطط شكل الدوله. ولكن التفاوض من اجل المشاركه في الحكومه الانتقاليه هذا شيء اخر، هذا يسمى تفاوض من اجل المشاركه في الحكومه الانتقاليه. الحوار العام ده شكل الدوله، شكل الحكم، تقاسم السلطه، تقاسم الموارد، شكل الاقاليم، نسميها اقاليم نسميها ولايات تكون عددها كم وكذا، ده كل السودانيين المفروض شنو يشاركوا، لا يجب ان نحرم اي جهه منها. نعم. ولكن ترتيبات المشاركه في الحكومه الفتره الانتقاليه دي حاجه ثانيه. ما هو انت في النهايه انت عندك حوار عام، لا يجب ان يشمل كل الاطراف، ده حوار سياسي عام يحدد شكل الدوله، مؤسسات الحكم، تسمياتها ومستوياتها وكذا، تقسيم الموارد فيها والسلطات والصلاحيات، ده كل السودانيين، اي زول مواطن سوداني له الحق يشارك بشكل من اشكال شنو التنظيمات اللي هو عايزها. اوكي، بعدها الناس بينتقلوا الى التفاوض من اجل تشكيل الحكومه. التفاوض من اجل تشكيل الحكومه ده الناس بيجوا بيتفقوا، بكون في معايير مختلفه، هل بقى الحكومه حزبيه والحكومه شنو غير حزبيه، ذيس از وان. نمره 2 الحكومه التكنوقراط، طبعا حزبيه او تكنوقراط ده واحد. 2 الاحزاب اللي بتشارك في الحكومه دي يجب ان اسمه شنو ده تشارك في الانتخابات، او الاشخاص اللي بيشاركوا في الحكومه يشاركوا في الانتخابات، دي كلها معايير. بعدين شنو الناس بيوضعوها، بعد ذاك الناس بيمشوا ضد المفاوضات من اجل شنو الحكومه الفتره الانتقاليه، وبعد ذاك نتفق فيها عن فتره الانتقاليه وهكذا وهكذا. فدي دي دي دي, دي
دي الحاجات المهمه اللي اول تقسيمات المهمه. يعني احنا لو قسمنا التقسيم ده مهم بيجنبنا كثير من التباينات والخلافات والاحتشاد اللي بيحدث في خلال النظره لمساله الحوار. الحوار ده طالما قدرت تحدد فيه شكل الحكم وشكل الدوله ومؤسسات الدوله ومستوياتها واقاليمها وكده، يجب ان يشارك فيه كل السودانيين، ما يجب ان يتم اقصال اي جهه لانه ما في جهه عندها الحق. بعدها مخرجات هذا الحوار ذاته يعرض شنو؟ في استفتاء عام للشعب السوداني عشان يديه شنو؟ الشرعيه النهائيه. بعدها تكون دي رجعت الحوار ده يكون صيغه عقد اجتماعي، وبعدها الناس يمشوا لبناء الدستور وبناء المؤسسات وبناء المؤسسات المختلفه ويمشوا للانتخابات وكذا، لانه بنجاوب على هذه الاسئله كلها. فاي مجموعه قدرت تحاول تحتكر الامر ده لوحدها ما بتقدر. ما بتقدر كله لا العسكريين براهم حيحتكروا الامر ده لنفسهم، ولا المدنيين، اي مجموعه من المدنيين حيحتكروا لانفسهم. ولو في زول فكر انه يعمل الكلام ده معناته هو ده يكرر التجارب الفاشله اللي حصلت فيه في السودان ويدخلنا تاني في دوامه الشموليه والثوره وتاني الانقلاب وتاني كده، وتدخل يعني مشاكل يعني.